كابتن اسلام، مستمرين معاك. واحد من اللعيبه اللي قلنا عليها يعني مستقبل للنادي الاهلي، واحد اكتشافات قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وبالمناسبه يعني في وجود الكابتن ربيع ياسين، كان يعني اثناء تولي الكابتن ربيع ياسين القياده الفنيه لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، كان واحد من اللعيبه اللي كان دايما بيتابعه وضمه اكتر من مره لاكتر من معسكر، هو مصطفى ابو الخير لاعب فريق شباب النادي الاهلي. بالمناسبه مصطفى لاعب مواليد 2004. مصطفى برحب بيك، تحياتي الكابتن اسلام الشاطر، الزميل عبد الرحمن ناجي، الكابتن ربيع ياسين. مبروك النهارده الفوز، وعايزين نطمن الجماهير عليك يا مصطفى، كانت اصابه في المباراه الاخيره. طمنا عليك ومبروك النهارده على الفوز يا مصطفى. طبعا الحمد لله على المكسب النهارده. برحب بكابتن اسلام الشاطر وضيوف الكرام، طبعا كابتن ربيع ياسين، ومكسب مهم النهارده. الحمد لله يعني ما قدرناش نسجل اهداف في المباراه، بس كان لازم نخرج من المباراه بمكسب. بطمن طبعا الناس على حالتي، الحمد لله احسن كتير، والحمد لله يعني النهارده احسن من الاول بكتير يعني الحمد لله. مصطفى، في معسكر الامارات كان فرق معاك جدا، لعبت مباراتين وديتين، مستر كولر وضع مصطفى خلاص تحت عيون مستر كولر، اتقيدت في القائمه الافريقيه. اتكلم معاك مستر كولر، قال لك ايه التفاصيل اللي اتكلم فيها معاك، خاصه ان انت بقيت واحد من اللعيبه القريبه من القطاع الناشئين اللي بالنسبه للفريق الاول. طبعا دي حاجه كبيره قوي بتسعدني طبعا ان انا ابقى موجود في القائمه الافريقيه بتاعت النادي الاهلي. طبعا كابتن مارسيل كولر بيفضل يتكلم معايا كاي لعيب طالع صاعد من تحت، يتكلم معاه ما تخافش، العب لعبك اللي انت بتلعبه تحت. اللعيبه كمان بتساعدني ان انا اعمل ده، بتساعدني العب في الملعب بشكل كويس، والثقه اللي هم مديهاني دي بشكرهم طبعا عليها كلها يعني، بس الحمد لله يعني. مين اقرب اللعيبه ليه في الفريق الاول يا مصطفى؟ كابتن مجدي قفشه طبعا، قريب مني جدا وبيفضل يكلمني، حتى هم كلهم في ساعه الاصابه يا فاروق اساله كده ما بيكلموش، ما سالوش على الجون اللي جابه في بس كابتن محمد مجدي قفشه هو اقرب واحد ليا يعني، بيفضل يتكلم معاه كتير بره الملعب، بنفضل نقعد ونفضل نهزر طبعا يعني. سمعني فاروق، كابتن مجدي قفشه لعيب كبير وربنا يكرمه دلوقتي في المنتخب باذن الله. يعني انت اتكلمت على نقطه المنتخب، وقفش واحد من العناصر المهمه جدا، ما بيتكلمش قفشه ما كلمتوش على الجون اللي جابه في مرمى الزمالك، وانا عارف ان قفشه في المعسكر كان دايما بيقعد معاك وبيكلمكوا. ايه بقى اللي بيدور بينك وبين قفشه وهو انا عارف انه قريب منكوا جدا؟ هو بيفضل يحكي لنا على اهدافه، بيقعد معانا بيحكيها لنا كلها طبعا، وبالاخص جون الزمالك بيفضل يتكلم معانا عليه كتير يعني. طبعا يعني جون بطوله، جون مش انا اعتقد هو مش هيقدر ينساه في تاريخه، جون مهم كسبنا بطوله طبعا يعني. كابتن محمد مجدي قفشه لعيب كبير، بتمنى له التوفيق طبعا. كان ليه جمله دايما بقولها في معسكر الامارات وقعد معاكم، الموضوع مش قاضيه بس يا صاحبي، ولا قصه ان هي قاضيه وجون وخلاص. كابتن محمد مجدي قفشه يعني دمه خفيف طبعا، القعده معاه لذيذه قوي يعني. بيفضل يتكلم معانا على كل حاجه كمان يعني، على مش على الهدف ده بس، على كل الاهداف اللي هو بيجيبها بيخلينا نتفرج عليها كمان يعني. لعيب كبير والله يعني، ما شاء الله عليه. طبعا ربنا يحميه يا رب ويكرمه في الفتره الجايه مع المنتخب. احنا بنشكرك يا مصطفى ونتمنى لك التوفيق، واعتقد كل جماهير النادي الاهلي مستني منك كتير باذن الله. طبعا يا رؤى، القادم باذن الله افضل باذن الله. كابتن اسلام، ختام لقاءاتنا هيكون مع سمير محمد، ده هداف فريق شباب النادي الاهلي. سمير، واحد من اللعيبه العناصر في خط هجوم النادي الاهلي ومن العناصر المميزه. سمير، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي الكابتن اسلام الشاطر، الزميل عبد الرحمن ناجي، وايضا الكابتن ربيع ياسين. مبروك النهارده على الفوز، مبروك خطوه ضمن اربع خطوات متبقيه ان شاء الله نخلصهم ونقول مبروك على البطوله. يعني طبعا تحياتي طبعا للناس، الكباتن اللي في الاستوديو كلهم، والحمد لله الحمد لله مكسب مهم طبعا عشان الدوري، عشان نحافظ على صدارة الدوري ويبقى الدوري الموسم الثاني على التوالي مهم طبعا لينا. فطبعا كل الحاجات دي كل نقطه، واحنا متفقين لو لا قدر الله مثلا تعادلنا حصل حاجه نلعب بلانتيات ونكسبها، ما نضيعش بونت من ايدينا. الحمد لله من ساعه للمرحله الثانيه كسبانين كل الماتشات يعني، فان شاء الله ربنا يكملها لنا على خير يعني. كابتن سامي موسى كان موجود النهارده، مستر مارسيل كولر، كارلوس بيجي يتابع المباراه. اعتقد اكبر حافز ليكم ان انتم على عيون او محطوطين تحت الميكروسكوب بالنسبه لمستر مارسيل كولر. طبعا هم على طول، مستر برينجر بيجي على طول يتفرج، مستر كولر برده على طول بيجي يتفرج علينا، والنهارده كان كابتن سامي قمصان متابع الماتش، بيدينا حافز كبير طبعا لينا ان احنا نأدي اكتر حاجه عندنا ونموت نفسنا في الملعب عشان نتشاف، عشان نطلع فوق. والحمد لله ده اللي بيحصل الفتره اللي فاتت يعني، ناس كتير كنا بنطلع انا وزمايلي
كنا بنطلع معسكرات وعلى طول مع الفريق الاول، حافز لينا طبعا يعني اي ناشئ بقى نفسه يبقى مع الفريق الاول وبالذات في النادي الاهلي يعني. شكرا يا سمير ومبروك النهارده، لكن مستنيين منكم البطوله باذن الله. ان شاء الله انا اوعدكم باذن الله البطوله السنه تبقى في مدينه نصر ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. كابتن اسلام، ده كان تغطيتنا طبعا لمباراه قمه الشباب في بطوله الجمهوريه، الاهلي والزمالك. النادي الاهلي بيستمر على الصداره، النادي الاهلي خلاص متبقي اربع مواجهات للنادي الاهلي، ان شاء الله يقدر يحقق فيهم الانتصار ويحافظ على البطوله العام الثاني على التوالي. طبعا يا كابتن اسلام انا موجود معاك لو في اي استفسار او اي تساؤل، خاصه وجود الكابتن ربيع ياسين اللي يعني في اوقات كتير جدا انا حضرت معاه كواليس كتير جدا، لف في كل الملاعب في 2001 في 2003 في 2004 كان بينزل ل 2005 كان بيتابع كل التفاصيل. طبعا انا موجود معاك يا كابتن اسلام لو في اي سؤال او اي استفسار. لا ما فيش زي الكابتن ربيع بيلف كتير. ربنا يديله الصحه يعني. بالعكس انا اللي بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات فيما يخص مباراه الاهلي والزمالك مواليد 2003 وفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك في هذه البطوله واستمرار وجود النادي الاهلي على قمه دوري الجمهورية لمواليد 2003.